أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. يقيم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب احتفالية كبيرة في 11 صباح يوم الأحد المقبل تحت شعار عائلة الأهلي تكرم الأساطير والأهلي ينطلق. كما يعقد كابتن محمود الخطيب مؤتمرا صحفيا موسعا على هامش هذه الاحتفالية للإعلان عن العديد من المشروعات الإنشائية والاستثمارية في فروع النادي الثلاثة التي سيبدأ العمل بها قبل نهاية الأسبوع القادم على الأكثر. مزيد من التفاصيل بينضم إلينا عبر الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي. مساء الخير يا فندم. مساء الفل، ازي الصحة؟ الله يخليك. ازي حضرتك. يوم الأحد الكل في انتظار مفاجآت من مجلس إدارة النادي الأهلي سواء من تكريم الأساطير وأيضا من الناحية الإنشائية. تمام، إن شاء الله بإذن الله احنا منتظرين أعضاء الجمعية العمومية بيشرفونا بإذن الله عشان إن شاء الله هيطلعوا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة هيعلن عن بدء الانشاءات او بدء التطوير والبنيه الاساسيه البنيه التحتيه للنادي ضمن برنامج عائله الاهلي البرنامج الانتخابي. فالمؤتمر بكره ان شاء الله باذن الله اعلان بدايه المشاريع اللي هتبدا تتنفذ كمرحله اولى لاعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. وطبعا على الهامش المؤتمر باذن الله هنكرم رموز النادي الاهلي برضو ده ضمن برنامج عائله النادي الاهلي عشان دايما بيبقى في تواصل مع كل من خدم النادي ومثل النادي بشكل طيب وشارك في البطولات. طبعا حطينا معايير للاختيار لان طبعا انت عارف رموز النادي الاهلي وابطال النادي الاهلي كتير جدا جدا جدا. نعم. بس احنا بنقول للناس دي البدايه ان شاء الله. احنا يمكن كنا في البدايه خالص شهر يناير اللي فات جمعنا الفرق اللي هي حصلت على بطولات، كان فريق الباسكت وفريق البولي رجال وسيدات، وحصل تواصل. هو مش يعني الموضوع مش تكريم فقط لا غير، هو موضوع تواصل. تواصل مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود مع اللاعبين بتاعته وازاي بيحصل الناس ابطالنا الصغيرين بيشوفوا يعني ايه مبادئ النادي الاهلي ويعني ايه الانتخابات بتاعت النادي الاهلي وازاي يعمل تواصل الاجيال مع بعض. فاحنا حطينا معايير هنبدا نمشي عليها كمرحله اولى باذن الله. المعايير دي المعيار الاول يكون تجاوز سن 75 سنه وربنا يديهم الصحه كلهم. ويمكن النهارده من ضمن الرموز اللي كانت هتتكرم يوم الاحد ان شاء الله كابتن عادل هيكل والكابتن الخطيب راح له بنفسه ربنا يشفيه ويمون السلامه ربنا يشفيه المستشفى وكرمه هناك في المستشفى ربنا يشفيه طبعا. وكابتن عادل هيكل طبعا معروف للكل ومن رموز النادي الاهلي اللي ادى في النادي الاهلي كتير، اسطوره في حراسه المرمى في النادي طبعا. طبعا يعني المعيار الثاني اللي يكون ختم مشواره في النادي الاهلي يعني لعب ابتدى لعبه في النادي الاهلي وانتهى اللعب بتاعه في النادي الاهلي برضه. المعيار الثالث اللي هو ما يكونش في موقع من مواقع المسؤوليه في النادي اللي هو ما بيعملش في النادي لان في ناس عندنا تجاوزت 85 سنه ربنا يديهم الصحه ومشاركين في اجهزه اداريه واجهزه فنيه في النادي. طبعا دي يعني اول حاجه من ضمن برنامج عائله النادي الاهلي عشان خاطر احنا بنتكلم دايما على ارض الواقع. بكره يوم الاحد ان شاء الله المؤتمر كابتن الخطيب هيعلن رسمي الثلاث شهور اللي فاتوا ايه اللي مجلس الاداره عمل ايه خلال الثلاث شهور اللي فاتوا والفترة اللي جاية ان شاء الله باذن الله هيحصل فيها ايه. طيب سيادة العميد انا عايز بس اخذ الجزء الاولاني مع حضرتك. اذا سيتم تكرار التكريم لرموز النادي الاهلي في فترات اخرى مقبلة حسب ما يعني يتوافق مع مجلس الادارة والوقت. ده برنامج عائلة الاهلي وهنفضل ده البداية. انا زي ما بقول لحضرتك ده برنامج عائلة الاهلي ودي البداية تكريم الرموز بشكل مستمر وكل من اعطى للنادي الاهلي. النادي الاهلي ما بينساش بداياته وما بينساش رموزه وده درس ومثل حي لابطالنا الصغيرين اللي هم يشوفوا رموزهم ويسمعوا منهم ويسمعوا عن النادي الاهلي ويسمعوا عن مبادئ النادي الاهلي اللي احنا اتربينا عليها. عايزين اولادنا يشوفوا الرموز دول وعايزين اولادنا يسمعوا منهم ويتعلموا منهم ازاي ضحوا عشان النادي الاهلي وازاي مسيرنا بشكل طيب. طيب الجزء الاخر ست العميد هو اعلان مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب عن ما تم انجازه في الفتره السابقه وايضا ما هو قادم في الناحيه الانشائيه. تمام ان شاء الله باذن الله. زي ما احنا عارفين كان في لقاء مع السيد محافظ القاهره وكانت الزياره حميمه الناس كلها تابعتها بشكل كويس. كان في اتفاق مع جهاز المشروعات الخدمه الوطنيه التابعه للقوات المسلحه. بكره ان شاء الله يوم الاحد ان شاء الله باذن الله اعلان عن التوقيت بدء اعمال وتوقيت الانتهاء من اعمال المرحله الاولى على مستوى الثلاث فروع. ست العميد يعني في بعض الاقاويل يعني بيقول ان التصميمات مفاجاه بالنسبه لاعضاء الجمعيه العموميه. ان شاء الله باذن الله وكله هيبقى موجود وفي العرض ونتمنى اعضاء الجمعيه العموميه في كافه المستويات يشاركونا الساعه 11:30 الاهلي
كثيرا ان شاء الله. سيادة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المدير الفني للنادي الاهلي على صعوبة المباراة القادمة امام فريق منانا الجابوني غدا السبت، مشيرا الى ان المباراة ليست سهلة كما يظنها البعض، خصوصا ان المنافس يسعى لاستغلال إقامة المباراة على ملعبه وسط جماهيره لتحقيق نتيجة جيدة. وقال الكابتن حسام البدري ان المباراة ستقام في اجواء صعبة للغاية في ظل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة بخلاف حالة الارهاق التي عانى منها اللاعبون جراء توالي المباريات ورحلة الطيران الشاقة من القاهرة. واكد المدير الفني للاهلي ان تفكيره منصب مقام الاقام الاول على المباراة. مجموعات وتوجيه رسالة إلى جميع الأندية المنافسة أن الأهلي قادم وعازم على الفوز بالبطولة خصوصا بعد التتويج بالبطولة المحلية. أكد كابتن طارق سليمان مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية كل من محمد الشناوي وعلي لطفي حارسي مرمى الفريق لمواجهة منانا غدا السبت، وأن كل منهما قادر على حماية عرين الأهلي. وأضاف مدرب الحراس أنه شاهد مع الحارسين تسجيلا لمباراة منانا من أجل التعرف على تحركات مهاجميه لتداركها خاصة عند استلامهم الكرة سواء داخل منطقة الجزاء أو خارجها. وأشار إلى أن الشناوي ولطفي يعيشان حالة من التركيز الشديد وفي انتظار قرار الجهاز الفني واختياراته بالنسبة لمركز حراسة المرمى خلال تلك المواجهة المهمة. يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانها اليوم في 4:30 بتوقيت القاهرة على ملعب الصداقة، وهو نفس ملعب الذي تقام عليه مباراة الغد أمام فريق منانا الجابوني في إياب دور ال 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ويسعى الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري إلى الإطمئنان على استيعاب لاعبيه للخطة التي استقر عليها لمواجهة منانا ومراجعة الأدوار والتكليفات المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة. وعشان نتعرف على تفاصيل اكتر معنا زميلنا من الجابون امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا امير، واخر اخبار بعثه النادي الاهلي ايه؟ مساء النور عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا خلاص النادي الاهلي منذ لحظات بالتحديد اختتم المران الاخير والاساسي ليه هنا في الجابون وبالتحديد في العاصمه ليبرافيل على ملعب الصداقه استعدادا لاياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا امام فريق منانا الجابوني، واللي هي بكل تاكيد مباراه مهمه جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي رغم الفوز المريح اللي حققه الفريق في القاهره بنتيجه 4-0. لكن خليني اقول لك يا محمد واكد على كل جمهور النادي الاهلي ان الجهاز الفني واللاعبين واخدين المباراه بمنتهى الجديه، حتى كلام كابتن حسام البدري مع اللاعبين هو تفادي اي شيء ممكن يحصل يقلب المباراه يقلب النتيجه، فبالتالي طلب من اللاعبين التركيز الشديد والجديه الكبيره في الاداء طبعا خلال هذه المباراه، وايضا طلب منهم الفوز عشان الفريق يقدر يواصل انطلاقته القويه في بطوله دوري ابطال افريقيا، وخصوصا ان احنا دايما عارفين الانطلاقات القويه بتفرق مع مشوار الفريق طبعا، وخصوصا ان النادي الاهلي بيسعى بكل قوه ان هو يحقق البطوله السنه دي بعد
فاتت ما قدرش النادي الاهلي يفوز في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا امام الوداد، فبالتالي التركيز شديد جدا ان الفريق ان شاء الله يقدر يحقق هذه البطوله هذا العام. لكن خلينا نتكلم عن ابرز ملامح المران النهارده، وهو المران الثالث والاخير للنادي الاهلي هنا في الجابون قبل مباراه الغد يا محمد. يمكن المران بالتحديد ابتدى هنا بتوقيت الجابون في تمام الساعه 3:30 عصرا، وهو نفس ميعاد انطلاق المباراه غدا بتوقيت الجابون، هيكون الساعه طبعا 4:30 عصرا بتوقيت القاهره. فبالتالي المران ابتدى من بعض الجوانب البدنيه وبعض الجوانب التكتيكيه اللي واضح الكابتن حسام البدري ركز عليها بشكل كبير جدا خلال المران، وايضا مع نهايه المران كالعاده اكيد بيبقى فيه تقسيمه كده زي تراي ماتش قبل مباراه الغد، وكابتن حسام البدري من خلال هذه التقسيمه اطمن على عدد كبير جدا من اللاعبين. ايضا كان في جزئيه مهمه جدا مع نهايه المران وهو الضربات الثابته، كابتن حسام البدري يركز عليها مع نهايه المران، وكان خصص بعض اللاعبين لتسديد الضربات الثابته، وبالتحديد يعني كان اللي ركز معاهم كابتن حسام البدري قوي في هذه الضربات كان علي معلول، وليد سلمان، احمد حمودي، احمد فتحي، ومروان محسن. طبعا خليني اقول لك ايضا يا محمد ان انضم فجر اليوم وليد ازار مهاجم الفريق قادما طبعا من المغرب بعد ما كان متواجد هناك عشان ينهي بعض الاجراءات الخاصه به للسفر مع منتخب المغرب لاحدى الدول الاوروبيه لاستعدادات لكاس العالم ومعسكر الخاص بمنتخب المغربي. النهارده وصل فجر اليوم، والنهارده كان المران الوحيد الاول لي والاخير مع النادي الاهلي قبل مباراه الغد، وشارك في المران بشكل جيد جدا، وواضح ان هو كان جاهز وكان عنده بعض التدريبات الخاصه به في المغرب، واصبح جاهز للمشاركه في مباراه الغد على حسب طبعا الرؤيه الفنيه للكابتن حسام البدري. وارد جدا ان هو يبتدي مروان محسن بكره، ما يبتديش بوليد ازارو، لكن وليد ازارو جاهز زيه زي بقيه لاعبي النادي الاهلي. عايز اسالك عن جونيور اجاييه، ميعاد وصوله لبعثه النادي الاهلي وتواصل كابتن سيد عبد الحفيظ معه، وايضا عايز اسالك عن حاله الملعب، حاله الجو، الحاله الفنيه بالنسبه للعيبه انت اتكلمت عليها في التمرين، عايزين نعرف الحاله النفسيه، استعداداتهم النفسي للقاء منانا، والاعلام في الجابون كيف يرصد هذا اللقاء. طيب خليني اقول لك او اكمل لك طبعا الجزئيه الخاصه بجونيور اجاييه. جونيور اجاييه كان من المفترض ان هو يوصل مساء امس، يعني للاسف الاجراءات بتاعته الخاصه بالسفر عشان يوصل من نيجيريا هنا للجابون الاجراءات ما خلصتش، فبالتالي كان في صعوبه جدا ان جونيور اجاييه يوصل هنا للجابون. حتى الان ما فيش اي اخبار عن ان جونيور اجاييه ممكن يلحق مباراه الغد، خلاص الموضوع اصبح صعب. النادي الاهلي انهى مرانه الاخير النهارده، المباراه خلاص بعد ساعات، فبالتالي بنسبة كبيرة جدا جونيور اجاييه مش هيلحق ببعثة النادي الاهلي في الجابون، وهيستمر في نيجيريا عشان يكون مع منتخب بلاده في المعسكر الخاص للاستعدادات لنهائيات كأس العالم. ده فيما يخص جونيور اجاييه. لكن فيما يخص الحالة النفسية والحالة الذهنية بالنسبة للاعبي النادي الاهلي، زي ما قلت لك يا محمد، هم مركزين بشكل كبير جدا في هذه المباراة، وعندهم دافع قوي جدا ان هم يقدروا يفوزوا عشان زي ما قلت لك تبقى البداية لائقة بالنادي الاهلي، ويبقى دافع قوي للنادي الاهلي في هذه البطوله. بالنسبه بقى لحاله الملعب، الملعب طبعا يمكن هو ملعب انشئ في 2012، هو ملعب طبعا عملته شركه صينيه بالتعاون مع الجانب الجابوني، ويمكن شكله كويس يا محمد. هو الملعب على فكره اللي استضاف نهائي بطوله الامم الافريقيه العام الماضي ما بين مصر والكاميرون، واللي فازت فيها الكاميرون بنتيجه 2-1. الملعب شكله جيد من بره، لكن ارضيه الملعب سيئه جدا، يعني زي ما احنا شفنا كده في مباراه المنتخب المصري في كاس الامم الافريقيه السابقه، الملاعب كلها كانت سيئه. طبعا الملعب ده الرئيسي بالنسبه للمنتخب الجابوني ملعب سيء جدا، عباره عن جنينه تقريبا، يعني ما فيش اهتمام كبير جدا بارضيه الملعب، الارضيه كمان ناشفه شويه، يعني ممكن تبقى عائق بالنسبه لفريق النادي الاهلي بكره، لكن ان شاء الله رجاله النادي الاهلي تعودوا على المواقف دي والمواقف الأسوأ كمان من دي، وبيقدروا ان شاء الله ان هم بيتخطوا هذه العقبات وبيقدروا يفوزوا في النهايه، وده اللي اكيد بنتمناه يا محمد. لكن فيما يخص الصحافه الجابونيه ونظرتهم لهذه المباراة، الصحافة الجابونية يمكن شايفين ان خلاص الامور حسمت بالنسبة للنادي الاهلي. اكمل يا محمد ولا اكمل؟ كمل. انا كنت اسالك أكمل على الصحافة، واسالك عن انطباع الجمهور في حوارك معاهم، انت اكيد وانت في التواصل مع جماهير بعض الجماهير الجابونية كلامهم عن اللقاء ازاي؟
تمام. الصحافة الجابونية يا محمد هم زي ما بقول لك شايفين ان خلاص المباراة انتهت، او النادي الاهلي خلاص حسم الصعود لدور 16 دوري المجموعات من دوري ابطال افريقيا، خصوصا بعد النتيجة المريحة اللي حققها النادي الاهلي في القاهرة 4-0. فهم شايفين فرص فريق منانا تكاد تكون منعدمة طبعا للتأهل للادوار المقبلة من دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان هم ايضا شايفين فارق الامكانيات طبعا الفنية ما بين النادي الاهلي وفريق منانا الجابوني، وعارفين جدا ان النادي الاهلي عنده بعض اللاعبين الجيدين جدا واللي بيمثلوا المنتخب المصري، بخلاف طبعا الفريق الجابوني اللي تقريبا ما عندوش غير 2 لعيبه بس اللي متواجدين في المنتخب الجابوني طبعا. لكن هم شايفين ان فرص النادي الاهلي خلاص هي الاكبر، وطبعا شايفين ان المباراه دي هي استفاده او اكتساب خبرات اكتر من خلال مواجهه بطل القرن ومواجهه فريق بحجم النادي الاهلي، وهم من وجهه نظرهم شايفين هو المرشح الاول للفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا هذا العام، نظرا للجاهزيه الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي واللاعبين اللي طبعا متواجدين في صفوف النادي الاهلي خلال هذه الفتره. فهم شايفين خلاص ان الامور حسمت بالنسبه للنادي الاهلي، لكن هم هيحضروا المباراه، الجماهير بقى بالتحديد يا محمد هيحضروا المباراه، هيتابعوا النادي الاهلي. هم مبسوطين جدا ان هم بيواجهوا فريق بحجم فريق النادي الاهلي، مبسوطين جدا ان هم بيتفرجوا على بعض لاعبي النادي الاهلي وبالتحديد احمد فتحي. يعني احمد فتحي هنا في الجابون معروف بالنسبه لهم، خصوصا ان هو نجم دولي كبير وكان متواجد العام الماضي مع المنتخب المصري هنا في الجابون وتأهل لنهائي البطولة. الانطباعات بالنسبة لهم بشكل عام هم مترقبين هذه المباراة رغم طبعا أفضلية النادي الأهلي في الصعود لدور الـ16 من دوري أبطال أفريقيا، وده اللي أكيد بنتمناه يا محمد، وبنتمنى طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي خلال مباراة الغد. نقطة أخيرة بس عايز أكلمك فيها، وهو المناخ والأحوال الجوية هنا في الجابون. يمكن درجات الحرارة مرتفعة جدا، يعني بتصل كده 35-36 درجة مئوية، أيضا الرطوبة عالية جدا يعني بتأثر على النفس بالنسبة للاعبين، التدريبات اللاعبين يعني كانوا بيأدوها بصعوبة، لكن لاعبي النادي الأهلي عشان عندهم خبرات من خلال هذه التجارب فخلاص هم يعتبر اتعودوا على هذه الأجواء. فبالتالي غدا أيضا إن شاء الله من المتوقع أن يكون درجة الحرارة مرتفعة، في تمنيات طبعا عند البعثة عندنا أن يكون في أمطار تسهل من الأمور شوية بالنسبة للفريق بشكل عام، ده اللي بيتمناه طبعا اللاعبين والجهاز الفني. لكن الأقرب أن غدا هيكون في درجات حرارة مرتفعة، وطبعا الجانب الجابوني بيستغل هذا العنصر السلبي بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ومخلي المباراه طبعا 3:30 عصرا يعني في اشد درجات الحراره بالنسبه لهم هنا في الجابون. لكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتخطى هذه المواقف وهذه العقبات، ويقدر ان شاء الله يحقق فوز، وخصوصا ان هم مركزين في الفوز هنا يا محمد، مش بس تحقيق نتيجه ايجابيه بالتعادل الايجابي او السلبي، لا هو النادي الاهلي عايز يكسب عشان يوصل ان شاء الله انطلاقته القويه في بطوله دوري ابطال افريقيا، سعيا نحو تحقيق هذه البطوله الغاليه يا محمد بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. لو لسه في اي استفسار انا اتفضل معاك. شكرا زميلي امير هشام، تغطيه رائعه من منانا في الجابون والعاصمه ليبرفيل، كل اخبار وتفاصيل استعدادات النادي الاهلي للقاء منانا غدا باذن الله، بشكرك شكرا جزيلا. ومع أخبار قطاع الناشئين، يخضع فريق ناشئي كرة القدم من نادي الأهلي مواليد 2001 لبرنامج تأهيلي خاص عقب تأجيل مباراة القمة أمام الزمالك في الجولة 11 من بطولة الجمهورية. ويرغب كابتن محمد شرف المدير الفني للفريق في الحفاظ على اللياقة البدنية والمستوى الفني في أعلى مستوى استعدادا للمباراة المقبلة أمام مصر المقصة، وكان من المقرر إقامة مباراة القمة اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد الجيش الثالث بالسويس، ويحتل النادي الأهلي 2001 صدارة الترتيب في بطولة الجمهورية برصيد 69 نقطة. ومع الأخبار المحلية، قرر الكابتن هاني أبو ريدة رئيس الجبلية الحالي قطع رحلته الحالية إلى كولومبيا والاعتذار عن عدم حضور اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم
المقرر انعقاده هناك، والعودة إلى القاهرة للحقد عزاء الكابتن سمير زاهر رئيس اتحاد كرة القدم السابق. ويقام العزاء مساء اليوم بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس وسط مشاركة كبيرة من نجوم المجتمع والرياضة المصرية. وتوفى زاهر يوم الثلاثاء الماضي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 74 عاما. استقرت رابطة الأندية المحترفة المصرية على تشكيل لجنة لمعاينة الملاعب وكتابة تقارير عنها استعدادا للموسم الجديد من أجل التجهيز لخوض كل فريق مبارياته على ملعب واحد. وتعاني الكرة المصرية من أزمة في الملاعب خلال السنوات الأخيرة، خصوصا في عدم تطابق الشروط الخاصة التي حددتها الجهات الأمنية أبرزها الكاميرات والأبواب الإلكترونية الكاشفة للمواد المحظورة. وأكد محمود الشامي رئيس رابطة الأندية المحترفة أن الموسم المقبل سيشهد خوض كل فريق لمبارياته على ملعب واحد في الموسم من أجل تكافؤ الفرص. أنا الالتزام دايما بتعلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. الأهلي فوق الجميع. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، نجح الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا أمس على حساب قرطاج التونسي في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة. وجاء تتويج سيدات الكرة الطائرة بالأهلي ببطولة أفريقيا لتكون البطولة رقم 9 في تاريخ النادي. وفي التقرير التالي نتابع أبرز التصريحات عقب التتويج بالبطولة. الحمد لله احنا مش ناقصين لحظه خروجنا من البطوله السنه اللي فاتت، واللعيبه والجهاز قعدوا تعاقدوا مع بعض ان احنا مش هنستريح الموسم القادم غير لما نعوض جمهورنا ونادينا بالبطوله ديت، لان احنا كنا نستحقها فعلا. الحمد لله اللعيبه تعبت جدا السيزون دوت واشتغلت على نفسها. مجلس الاداره دعمنا جدا قبل البطوله باقامه معسكر خارج المرات قويه. الحمد لله كل الجهود الجهاز الفني واللاعبات كانت مهيئه ان احنا نحرز البطوله، بالاضافه طبعا لوجود جمهورنا العظيم ده بنهدي له البطوله ونقول له الحمد لله. الحمد لله هم لعيبه رجاله قوي، احنا علاقتنا بيهم علاقه طيبه قوي، كله يعني كلنا اخوات، كلنا كاننا اسره واحده. اي كانت مصابه والحمد لله عندنا كابتن منا عملت معاها كل حاجه كويسه، والحمد لله البنت كانت على نفسها وعملت اقصى ما عليها في الماتش. اول حاجه سعيد ان احنا قدرنا نفرح جماهير النادي الاهلي. بالنسبه للبنات بصراحه انا عايز اقول ان هم عملوا مجهود كبير جدا جدا جدا، بدايه بالمعسكر وكان التركيز عالي جدا، فالحمد لله انا بوجه لهم كل الشكر للعيبه ان هم يعني بذلوا مجهود فوق العادي. يعني طبعا بطوله مهمه جدا كلنا كنا بنحلم بيها من السنه اللي فاتت عشان نعوض غيابها عندنا السنه اللي فاتت، وطبعا حاجه حلوه جدا ان احنا نكسبها السنه دي وسط جمهورنا وسط ملعبنا وسط الجماهير دي كلها ومجلس الاداره، وكانت حاجه مشرفه جدا التنظيم والجماهير وكل الناس. الحمد لله الحمد لله طبعا سعيده جدا بالكاس، وسعيده طبعا بكاس البطوله اكتر، وسعيده بالجمهور اللي جه وساندنا في الماتشات الحمد لله. كابتن حمدي اتكلم معانا ان احنا لازم نركز قوي في البطوله زي احنا كنا مستنيين البطوله دي من السنه اللي فاتت، بعد ما خسرناها كنا عايزين ناخد حقنا، فالحمد لله كانت على ارضنا وقدرنا نفوز عليها بشكل كويس قوي الحمد لله. احب اقول ان الحمد لله ان في ان احنا عرفنا نعمل الخطوه دي عشان هو كان ماتش صعب، كان بقالنا يومين قاعدين في توتر وكنا قلقانين قوي من الماتش ده عشان هما كانوا اقوى بطوله او اقوى فرقه موجوده. الحمد لله ان احنا دلوقتي عرفنا
كسبنا وفرق سكور عالي قوي، فاحنا اثبتنا لكل الناس واثبتنا لهم ان احنا فرق احسن منهم بكتير جدا. احنا كنا عايزين نرجع حقنا اللي احنا ضاع مننا السنه اللي فاتت، والحمد لله قدرنا ان احنا نعمل ده. البطوله مشي كلها كويس قوي الحمد لله، التنظيم بتاعها كان كويس، النادي الحمد لله بذل فيها مجهود كبير جدا جدا، نشكره فعلا على الصوره اللي ظهرت فيها. طبعا البطوله دي احلى بطوله احنا خدناها، احنا بنتحضر ليها من السنه اللي فاتت من اخر ماتش خسرنا فيه، واحنا بنتحضر ليها ان احنا نكسبها. وكانت اهم بطوله بالنسبه لنا ان هي على ارضنا وسط جمهورنا، ما كانش ينفع نطلع تاني، لازم اول. الحمد لله ربنا قدرنا وجبنا البطوله. اولا طبعا اشكر الجهاز الفني كله بقياده كابتن حمدي وكابتن ياسر وكمان بمساعده كابتن رانيا وكابتن ايهاب، ان هم فعلا دعمونا لغايه الاخر، وان هم فعلا وصلونا مرحله ان احنا نقدر نكسب افريقيا بالمنظر ده. احنا طبعا كنا عاملين حساب طبعا لكارتاج علشان هي فرقه محترمه وعندهم ستايل لعب يعني بيلعبوا زينا، واحنا الحمد لله كابتن حمدي كان مجهزنا كويس جدا وخلانا نعرف كل حاجه يعني عنهم، حتى تلاقي احنا كنا بنلعب على نقاط ضعفهم، والحمد لله ربنا وفقنا واخدنا البطوله. أعرب محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للسيدات الكرة الطائرة عن سعادته بنجاح الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالتتويج ببطولة أفريقيا بعد الفوز على قرطاج التونسي في نهائي البطولة. وأوضح الجرحي أن البطولة خرجت في أبهى صورها، مشيرا إلى أن اللجان العاملة في البطولة عملت على راحة الوفود المشاركة وتلبية كافة احتياجاتهم من أجل تقديم بطولة تليق باسم ومكانة النادي الأهلي. وشدد الجرحي على أن نجاح البطولة جاء رغم الصعوبات التي شهدتها بداية تزامنها مع أحداث مباراة منانا في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، لافتا إلى أن الجماهير حضرت بقوة وكانت في قمة الالتزام في البطولة وقدمت صورة رائعة ومثالية في دعم النادي الأهلي. صرح الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي ومدير بطوله افريقيا للكره الطائره للسيدات التي نظمها النادي ان البطوله حققت العديد من المكاسب المهمه. واضاف عبد القادر ان المجهود مجهودا كبيرا بذل من جانب اللجنه العليا المنظمه للبطوله واللجان الداخليه التي تكاتفت من اجل خروجها بالشكل المميز الذي نال اشاده الجميع. وأوضح عبد القادر أن البطولة جددت التأكيد على قدرة النادي الأهلي على تنظيم أكبر البطولات العالمية، إلى جانب فوز الفريق باللقب واكتساب الكوادر التي شاركت بها بالمزيد من الخبرات. وأشار الكابتن عبد القادر إلى أن المكاسب التي حققها النادي خلال البطولة سوف يتم استثمارها بشكل جيد خلال البطولات القادمة التي سينظمها النادي. وجه عبد القادر الشكر لكل من ساند الفريق حتى تحقيق اللقب وكل من بذل جهدا من أجل نجاح البطولة وخروجها بالشكل الذي يليق بعراقة النادي الأهلي. والآن نذهب إلى تقرير ردود أفعال مجلس إدارة النادي الأهلي عقب التتويج بالبطولة. أنا كنت رئيس بعثة للفريق اللي سافر البطولة الأفريقية اللي فاتت وما توفقناش. البنات واحنا في اخر اجتماع طلبوا مننا ان احنا ننظم البطوله دي على ارضنا عشان ناخد البطوله وسط جماهيرنا وجوه صاله الامير فيصل جوه النادي. والحمد لله قعدت مع دكتور عمرو علواني، راجل قال انا عمري ما اتاخر على النادي الاهلي، وكان الموضوع الموقف ده حصل امبارح. دلوقتي هو عدى سنه الحمد لله وربنا بيوفقنا وبناخد البطوله وبنعوض البطوله اللي فاتت، فانا اسعد واحد النهارده الحمد لله. فريق مميز جدا، فريق ممتاز، كانوا بيلعبوا بروح النادي الاهلي وبحماس النادي الاهلي من اول ماتش ومن اول يوم. الحمد لله احنا كنا عندنا يعني كلنا متفائلين بيهم من قبل البطوله ان هم يحققوها. هم يمكن حققوا البطوله العربيه بعد يمكن ما جينا باسبوع او ب 10 ايام،
فكان فالخير الحمد لله، وهم مواصلين انجازاتهم الحمد لله. البطوله اتنظمت بشكل رائع الحمد لله، واتعمل فيها مجهود كبير من اللجنه المنظمه من محمد الجارحي ومحمد الضماطي الحمد لله، يعني كل حاجه مشيت كويس. وفي النهايه تتويج البطوله كان افضل شيء، يعني افضل حاجه الحمد لله. بقول الف مبروك طبعا للاعيبه، هم الجنود اللي حققوا لنا الانتصارات النهارده، وراهم جهاز واعي فني واداري وطبي. الف مبروك لمجلس اداره النادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي كلها. بقول المباراه والبطوله لازم تكون درس للناشئات والناشئين بتوعنا. مبروك للنادي الاهلي اولا، ومبروك لجمهور الكره الطايره كله وشعب مصر. انا شايف طبعا تنظيم فوق الممتاز، المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي النهارده بالذات كان غير متوقع، لان انا كنت متوقع مباراه من 5 جيم او 4 جيم، بس الحمد لله الاهلي قدر يسيطر على الجيم على الماتشات، يعني على الماتش من اوله الحمد لله. يعني الف مبروك للاهلي. تأهل الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق الغابة بنتيجة 73-45 في مباراة نصف النهائي، والتي أقيمت على صالة الشرقية للدخان. وقدم الأهلي أداء مميزا تحت قيادة الكابتن إيهاب الألفي، ونجح في قطع تذكرة التأهل إلى المباراة النهائية التي واجه فيها فريق سبورتينج. ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية الاثنين المقبل على صالة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر. عشان نعرف تفاصيل اكتر بينضم الينا عبر الهاتف الكابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق. مساء الخير يا كابتن والف مبروك. مساء الخير يا محمد، الله يبارك فيك. ماتش كان صعب للنادي الاهلي ووصول للمباراه النهائيه، اكيد الاستعدادات هتختلف يا كابتن. والله الحمد لله، طبعا ما دام ماتش فاينل احنا الحمد لله ان شاء الله عندنا تمرين بكره وبعده على الملعب اللي هنلعب عليه ان شاء الله، وداخلين معسكر ان شاء الله بعد بكره عشان الفاينل ان شاء الله. بالنسبه لفريق نادي سبورتنج، اعتقد من اقوى الفرق كابتن ايهاب، هل هيبقى فيه استعدادات مختلفه من ناحيه الفنيه؟ احنا حافظين فريق سبورتنج كويس، ولعبناها مرتين السيزون ده، كسبنا مباراه وهم كسبوا مباراه. وفي النهايه ده ماتش كاس محمد، ملوش ما توقعات ومالوش مقاييس، لكن استعدادنا زي ما احنا حاطين البرنامج، التمرين بكره وبعده، وان شاء الله نلعب يوم الاثنين باذن الله. يعني الحاله الفنيه بالنسبه البدنيه عفوا بالنسبه للفريق، هل في اي اصابات ولا الفريق كله جاهز باذن الله؟ والله انا عندنا بس اصابتين، عندي طوق جمال عندها شرخ في الانكر رجل، فده متجبسه، دي مش هتلحقنا طبعا. ريم موسى ما لعبتش الماتش اللي فات بتاع الغابه، يا رب ان شاء الله ريم موسى ان شاء الله تلحقنا في ماتش الكاس الفاينل ان شاء الله. يعني هي دول الاصابتين الموجودين يعني، فربنا يكرم يا رب ان شاء الله وريم تلحق، كده كده مش هتلحق يعني. بس ان شاء الله انا الحمد لله احنا مصعدين الخمس بنات من تحت 18 سنه. امبارح باتول لعبت كويس جدا، فيعني الحمد لله احنا زي ما متعودين يعني الاهلي بمن حضر، يعني الحمد لله الفرقه كلها جاهزه وعندنا 16 لعيبه، بس نتمنى ان شاء الله تكون دي موجوده برضه ان شاء الله باذن الله. كابتن ايهاب الالفي المدير الفني لفريق كره السله السيدات، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق في المباراه النهائيه. يواجه الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي فريق الزهور في 9 مساء اليوم على حمام سباحة النادي الصيد ضمن منافسات بطولة الجمهورية. واحتل الأهلي المركز الأول قبل لقاء اليوم برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز لقاءاته الثلاثة الأولى على سبورتنج والشمس والصيد. واسعى الجهاز الفني بقيادة كابتن وليد عزت المدير الفني للفريق إلى مواصلة الانتصارات والحفاظ على قمة الترتيب وتحقيق لقب بطولة الجمهورية. الفائز هو محمد صلاح. وإلى جولة مع أخبار لاعبين المحترفين، والبداية مع محمد صلاح.
حيث كشفت صحيفة ميرور البريطانية أن نادي ريال مدريد الإسباني يرغب في استغلال رغبة نظيره ليفربول الإنجليزي في الحصول على خدمات لوكاس فاسكيز جناح الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل ضم محمد صلاح. وقالت الصحيفة أن إدارة ليفربول تتطلع للحصول على خدمات فاسكيز الذي يفكر في مغادرة النادي الملكي الصيف المقبل لتدعيم القوة الهجومية لكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب. وأضافت أن الصفقة التبادلية تلوح في الأفق بين ليفربول والريال تتمثل في موافقة الأخير على رحيل لوكاس فاسكيز إلى الريدز نظير التعاقد مع محمد صلاح بشرط تخفيض المقابل المادي الذي اشترطه النادي الإنجليزي لرحيل النجم المصري. وما زلنا في إنجلترا، حيث قالت تقارير إنجليزية اليوم أن الأرسنال يرغب في تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني. وأشارت صحيفة ميرور البريطانية إلى أن نادي أرسنال قرر تثبيت عقد النني على الرغم من أن النادي كان مستعدا للاستماع للعروض التي قدمت له في الصيف الماضي. وأضافت الصحيفة أن رغبة النادي الإنجليزي في الاحتفاظ بالنني جاءت بعد بيع زميله فرانسيس كوكولين إلى فالنسيا الإسباني قبل شهرين. يذكر أن عقد النني ينتهي في أرسنال مع أرسنال في يونيو 2020. وإلى السعودية، تقام في تمام 7:30 مساء اليوم مواجهة مصرية خالصة تجمع بين فريقي أهلي جدة المقترف ضمن صفوفه مؤمن زكريا ومنافسه الرائد الذي يضم الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عطوة ضمن مؤجلات الجولة 18 بالدوري السعودي للمحترفين. واحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة برصيد 48 نقطة خلفا للهلال صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، بينما احتل الرائد المركز 13 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة. وسعى مؤمن زكريا لقيادة أهلي جدة للفوز والمحافظة على أماله في الحصول على لقب الدوري هذا الموسم، فيما يأمل الثنائي المصري بالرائد في قيادة الفريق لخطف النقاط الثلاث من أجل إحياء أماله في البقاء مع الكبار. وعالمياً، أقيمت ظهر اليوم بمالية نيون السويسرية قرعة الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج، والتي أسفرت عن مواجهة قوية للمحترف المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول، حيث يلتقي مواطنه فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي، بينما يواجه برشلونة الإسباني فريق روما الإيطالي ويصدم أشبيلية الإسباني بالبايرن ميونخ الألماني. وفي مواجهة ثأرية يلتقي ريال مدريد الإسباني نظيره يوفنتوس الإيطالي الذي يسعى للطأر من هزيمته في نهائي البطولة الماضية أمام الفريق الملكي. تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يوم الثالث أو الرابع من إبريل المقبل، بينما تقام مباريات الإياب يوم 10 و11 من الشهر ذاك. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأخبار. محاضرة بالفيديو للاعبي الأهلي عقب تناول العشاء.
والجمهورية الجزيرة تترقب مفاجآت الأحد. جريدة المساء، الأهلي يستعد لمنانة تحت المطر. والوفد طارق سليمان، حراس الأهلي جاهزون لموقعة منانة في دوري الأبطال. جريدة المصري اليوم، الحرارة والرطوبة يهددان الأهلي في الجابون. الشروق، الأهلي يختتم رانه عصر اليوم بالجابون استعدادا لمواجهة منانة. اليوم السابع، وليد أزارو ينضم لبعثة الأهلي في الجابون. ومع الوطن سبورت، الأهلي يؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة. وإلى فيتو البدري، منانا لم يظهر بمستواه الحقيقي في القاهرة. الفجر، عبد الحفيظ وعدلي يحضران الاجتماع الفني لمباراة منانا. وصدى البلد، فريدة العسقلاني، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ كبير ببطولات أفريقيا. وفي الجول، أبطال أفريقيا للمرة التاسعة سيدات طائرة الأهلي. ده كان آخر خبر معانا النهاردة، حتى ألقاكم تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.